برنامج رمضانك صح، برنامج مجتمعي يسلط الضوء على آفات المجتمع السلبية لتقديم العلاج الأفضل والأنسب لها وفق رؤية إيجابية متحضرة، مع خبير التنمية البشرية الدكتور حمد بشارات ويدير الحوار الإعلامي أدهم الخروبي. برنامج رمضانك صح يأتيكم يوميا طيلة شهر رمضان المبارك في تمام الساعة 6 مساء. برنامج رمضانك صح، عنوان التغيير السلوكي ونقطة التحول نحو الإيجابية. رمضان بيحلى مع الأحلى حياة FM. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا بحضراتكم إلى حلقة جديدة من البرنامج الرمضاني اليوم. رمضانك صح. لا زالت مستمعينا الكرام التغطية مستمرة لما يجري في قطاع غزة، ولا زال العدوان مستمر وسقوط لعدد كبير من الشهداء. وصل العدد مستمعين الكرام إلى ما يقارب 170 شهيدا حتى اللحظة، والمقاومة لا زالت تمطر إسرائيل بوابل من الصواريخ، والآن تقصف حيفا وتل أبيب، وغار الآن جديدة على منزل لعائلة جندية في شارع تركمان في حي الشجعي. مستمعينا الكرام، العدوان مستمر والتغطية مستمرة وبرامجنا مستمرة، لأن هذه البرامج لها رسالة ولها رؤية تتقاطع كثيرا مستمعينا الكرام حول ما يجري من مجريات هنا ومجريات هناك، فلها هدفها التربوي والديني والوطني أيضا. صح على الهواء مباشرة مستمعينا الكرام مع الدكتور محمد بشارات، خبير التنمية البشرية، تحدث في هذه الحلقة تحت عنوان انتصارات رمضانية. وكنا قد توقفنا في البرنامج لعدد من الحلقات مستمعينا الكرام تضامنا مع غزة، وحتى نعطي مساحة أكثر للزملاء في التغطية الإخبارية للحديث في مجريات العدوان على قطاع غزة. الآن هذه حلقة جديدة من البرنامج، وفي حال كانت هناك معلومات حول العدوان أيضا سنقوم بمتابعتها على الهواء مباشرة. رمضان شهر الانتصارات مستمعينا الكرام، كيف لا، وهو شهر بدر وفتح مكة وعين جالوت ومعارك كثر حدثت في هذا الشهر الفضيل. دكتور بشارات أسعد الله أوقاتك. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتك صديقي أدهم، وأسعد الله أوقات جميع المستمعين الكرام. أعان الله أهلنا في غزة ونصر الله المقاومة وأذل الظالمين واليهود ومن وقف خلفهم وأمامهم. نعم، وكأننا في عنوان هذه الحلقة نقول للمستمعين استبشروا فالنصر آت. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، رمضان حتى يكون صح لابد أن يكون شهر الانتصارات. نعم. وإن شاء الله سبحانه وتعالى في هذه الحلقة تحديدا حينما خصصناها الحديث عن رمضان، صح قلنا رمضان شهر الانتصارات، شهر العزة لهذه الأمة، يعني احتفاء وإن شاء الله تفاؤلا بإذن الله رب العالمين بنصر أمتنا ونصر شعبنا، لأنه في النهاية هذا الشعب الأغر، الشعب الفلسطيني، شعب صادر ومجاهد، شعب قدم الكثير من الشهداء وقدم الكثير من التضحيات. نعم، سيكون بإذن الله رمضان الانتصارات. كما يعلم الجميع تاريخيا رمضان
النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يخصه في شهر الانتصارات، كان يخصه في شهر المقاومة، كان يعطيه هذا الشهر شهر يعني خاص، لأن فيه مجاهدة للنفس وأيضا مجاهدة للأعداء. بما أنك انتصرت على هذه النفس الأمارة بالسوء، فأنت أيضا ستستطيع أن تنتصر على الأعداء. هذا رمضان الذي يستخلص الأنفس ويزكيها، ستكون أكثر قربا من الله سبحانه وتعالى. فكلما كان الإنسان أقرب إلى الله، كلما كان أيضا أكثر قدرة على الانتصار على الأعداء. وهذه القضية التي هي أفضل وأكبر ولابد أن نتحدث عنها. رمضان شهر الانتصارات، شهر العزة، شهر الفخار. رمضان الذي حدثت فيه معارك مفصلية في تاريخ الأمة الإسلامية. رمضان الذي حدثت فيه معركة بدر الكبرى، وهذا يعتبر من أهم الفتوحات العظيمة في السنة الثانية للهجرة، حينما يعني نصر الله يعني محمد صلى الله عليه وسلم وكل الصحابة ومن تبعه نصرهم في هذه المعركة العظيمة، معركة بدر. ثم جاءت من بعدها معركة عظيمة أيضا، فتح مكة، التي كانت في السنة الثامنة للهجرة، وكأن النصر الأول مهد للنصر الثاني، وهذا أمر عظيم. ثم جاءت توالت الانتصارات صديق أدهم في معركة حطين، استرداد بيت المقدس على يعني بيد المسلمين، على يد القائد العظيم المظفر صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. ثم معركة عين جالوت كما تفضلت، فسيف الدين قطز رحمه الله حينما انتصر على المغول في معركة عين جالوت. وتوالت الانتصارات لتصل أيضا فتح القسطنطينة على يعني يد محمد الفاتح. هذه الانتصارات العظيمة المسجلة وانتصارات أخرى وغزوات وسرايا كانت تخرج في رمضان، كانت لها خاصية أن رمضان شهر الانتصار على النفس وأيضا الانتصار على الأعداء. ولعلنا اليوم إحنا كشعب فلسطيني اليوم نتعرض إلى اعتداء غاشم وضال، ونتعرض إلى اعتداء بكل الأنواع، اعتداء بالتفجير، واعتداء بالأخبار، واعتداء بالكلام، واعتداء حتى للأسف من القريب والبعيد، اعتداءات كثيرة نتعرض لها كشعب فلسطيني من قبل عدو غاشم، آلة حرب مستبدة قاسية ظالمة ضالة لا تبقي ولا تذر، وتقتل كل شبابنا الفلسطيني وكل شعبنا، أطفالنا ونسائنا في غزة تقتل اليوم. وأنت كما تفضلت في نقلك الأخبار العاجلة، كأن كل الدقائق واللحظات تعطينا أن هناك بشريات للشهداء. وأنا أقول دائما شهداؤنا في الجنة، وبإذن الله قتل الظالمين في النار، وقتل اليهود دائما في النار، لأنه هذا شهر الانتصار. من أجل ذلك لابد أن نكون دائما ننتصر على أنفسنا ونكبح جماع هذه النفس، وأن نكون دائما ننظر إلى إلى إلى, إلى العزة وإلى الانتصار في هذا الشهر العظيم، أن يكون نفسياتنا نفسيات إيجابية. نعم، من حيث انتهيت، كيف نصنع الانتصار؟ أول شيء نفسيات إيجابية. يصنع الانتصار أولا بالانتصار على النفس حقيقة. حينما أنا أتحدث الآن عن النصر الحقيقي الذي أريد أن أتحدث عنه وأن أكلله الآن، أنا كإنسان لابد أن أنتصر على هذه النفس الأمارة بالسوء، النفس التي تطلب الشهوات، النفس التي تطلب الطعام وغيره وغيراتها. إذا انتصرت على هذه النفس والنفس كبحت جماعها واستطعت أن أنتصر عليها وقويت نفسي عليها، هذا الانتصار الأول. لذلك كان دائما يعودنا الصحابة في قولهم كنا نعود من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، وهو جهاد النفس حقيقة. هذا النصر الأول، وهو حقيقة أخي أدهم مقدمة لأي انتصار آخر. وما نرى اليوم من انتصارات إن شاء الله متتالية للمقاومة الفلسطينية في غزة وفي الضفة، هذه الانتصارات لهذا الشعب العظيم المعطاء، لأنه انتصر على النفس. هذا الشعب الذي يعني يواجه، هذا الشعب الأعزل الذي يواجه آلة حرب غاشمة وضال، آلة حرب مدعومة من كل العالم، من كل الغرب المتآمر على شعبنا وعلى أمتنا وعلى أبنائنا. انتصرنا على الأنفس، ولابد أن الله سبحانه وتعالى، وهذا ثقتنا المطلقة بالله سبحانه وتعالى، أن ينصرنا على هذا العدو. ويعني النصر الذي نتأكد أننا سننتصر، صدقني ما يفعل اليوم الأعداء من يعني من عنجهية، من تخبط، من فوضوية، من ضرب للمدنيين العزل، الأطفال ونساء وشيوخ وأشخاص آمنين في بيوتهم، دليل واضح على فشله وعلى ضعفه وعلى خلو أهدافه، وعلى أنه عاجز ضعيف لا يستطيع أن يتعامل مع مقاومة صادقة، مقاومة أرض ومقاومة حق. وهذه دلائل لنا بشرى خير في فلسطين لأبناء الشعب الفلسطيني، أنك ستنتصر مهما طغى الظالمين، ومهما تجبروا، مهما تطاولوا في البنيان، مهما تمترسوا حول بنيانهم، مهما تطاولوا في أدائهم، سينتصر هذا الشعب، ستنتصر إرادة هذا الشعب. هذا الشعب عزيز وفيه الخير دائما الحمد لله رب العالمين. وإن كانت بعض التصرفات هنا وهناك لا ننظر لها، نحن كشعب فلسطيني شعب معطاء، شعب متوحد، شعب قريب دائما إلى الوحدة وإلى القوة، وهذا أيضا يقوينا
لا سيما يا صديقي أدهم أن هذا العدوان الذي الآن يقع على شعبنا الفلسطيني على أهلنا في غزة وأيضا في الضفة، لأن الضفة لا تستثنى وإن كان صب جامل غضب الآن على أهلنا في غزة، لكن أيضا الضفة تتعرض إلى عدوان غاشم من نصرح معا نبدأ من بدر ومجريات بدر. يعني بدر بدي أخذ أنا إجراءات نفسية أكثر ما بدي أتحدث في قضايا تاريخية في النهاية، لأنه تعرف بدر جاءت في لحظات محددة دائما، وهذا اللي أنا بدي أتحدث فيه، لأنه قلت بدر ثم جاءت نفسية. مكة. أعطيك نموذج: عمرو بن الجموح صاحب العرجة، سعد بن معاذ زعيم الأنصار، اثنين، حين النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أشيروا علي أيها القوم، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال والله لن أقول لك كما قالت النصارى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إن هنا قاعدون، بل نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكم مقاتلون، والله لو استعرضت بنا هذا البحر فخطه لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد. شوف هاي الإشارات النفسية اللي سأقف عليها. لماذا وقف النبي صلى الله عليه وسلم وطلب مشورة، وحين تحدث المهاجر عمرو بن الجموح قال له لا أشيروا علينا في القوم، بديش منك، بدي من الأنصار. ما هو هذا خرج سعد. يعني شوف هاي الإشارات النفسية الحقيقية التي أنا أتحدث عنها. على فكرة القائد الفذ العظيم الذي دائما ينتصر إلى أمته ولشعبه، والذي دائما يشاورهم ويعبر عن نبضهم الحقيقي، وهذا ما فعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انظر في المثال اللي تفضلت حضرتك فيه، لم يريد أن يسمع من المهاجرين، أراد النبي محمد أن يسمع من الأنصار. من الأنصار الذين هم وهم أكثر ناس سيخسرون إذا كان في خسارة لا سمح الله في هذه معركة بدر، لكن مشورة هذا القائد العظيم أنه يعبر عن نبض أمته ونبض شعبه ونبض من يعني يقودهم، هذه الإشارة النفسية الأولى، أنك أنت دائما كقائد لابد أن تعبر عن نبض الناس، عن نبض الشارع، ماذا يريد هذا الشارع، ماذا يريد هذا الذي يقف من خلفك، أتباعك ماذا يريدون. فهو أراد أن يسمع من الذين يعني لابد أن يقفوا الموقف الإيجابي، وكانت بشرى وكانت يعني تفاؤل النبي محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك. ثم جاءت الإشارات النفسية الأخرى، النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما جاءت معركة بدر حقيقة كان المسلمين في ذلك الوقت بأمس الحاجة لأي نصر حتى يعطيهم يعني دفعة إلى الأمام في الانتصار، دفعة إلى الأمام في الاعتزاز بالذات، دفعة للأمام أن ينتصروا على أيضا أعدائهم، وأيضا كمان لكبح جماح العدوان الذي كان يحاك ضدهم. فكانت معركة بدر بخن بخن لتمرات تمنعني على الجنة عن الجنة إنها لحياة طويلة. هذه النفسيات التي كانت عظيمة في نفوس هؤلاء الصحابة العظام خلتهم ينتصروا. تركت موضوع في غاية من الأهمية، وبين قوسين دغدغت اللي عم شاعر بسموه قصة غسيل الملائكة أيضا في بدر. صحيح، حين سمع منادي الجهاد حي على الجهاد حنظلة الغسيل وغسل. يعني ما قلت لك أنا سنقف يعني معنا كأننا اليوم سنقف نفسيا على إشارات بدر، وكأني أنا سأنقل هذه الإشارات لأنقلها إلى إشارات واقعنا اليوم مع بشاراتها. نعم، يخرج عليك قال وقول لك أن لكف أن يقاوم مخرز، نفس الموضوع كان في بدر يا جماعة. صحيح، 313 إلى 3000، يعني كم حصان وكم جمل مقابل جحافل ومقابل عتاد ومقابل جيش ومقابل طغمة ومقابل طبول الحرب مقابل إعلام ومقابل كل ضخامة الآلات الحرب، لكن استطاع أن يقف. نعم، تستطيع أن تقف أمام الظلم إن كنت على حق أولا، ثم كنت تؤمن بأنك على حق، وأهم حاجة التفافك أمام القائد ومع القائد، وأن تكون قيادتك قيادة سوية، قيادة ناجحة، قيادة موجهة. ولعل اليوم ما يبشرني الكثير أنا في الانتصار يعني وشعوري بالتفاؤل قيادة المقاومة التي يعني نراها في كل فصائلها تجتمع على قيادة واحدة، غرفة عمليات مشتركة، بث إعلامي واضح واحد، وهذا أمر أيضا نحبه ونبارك له لأنه أمر يعني نحترمه بكل التفاصيل بصراحة. وهذا الذي نريده اليوم من فعل معركة بدر، وسميت معركة بدر الكبرى لأنها أظهرت الحق على الباطل، وأثبتت أن لو كنت أنت صاحب فئة قليلة منتصرة لكنها مؤمنة بأهدافها، مؤمنة بحقها، ستنتصر على الأعداء. وهذا من أهم الإشارات لابد أن نؤمن فيها ونتذكر بدر الآن وكأنها تحضر في أذهاننا وكأن التاريخ يعيد نفسه من الآن. نحن أمة ضعيفة، فلسطينيين ضعفاء، يعني لا نمتلك من قواتنا شيء، لا نمتلك حرب ولا نمتلك آلة حربية حقيقية، ولكن في بضع أشياء بسيطة من هنا وهناك نستطيع أن نقاوم الظلم ونستطيع أن نقاوم الظالمين. القائد وحديث علي بن أبي طالب: كنا نلوذ أو نذوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا نحتمي بالنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم حين قال أبو بكر عنه وهو يبتهل الله عز وجل قال: رأينا العمامة نزلت على كتفيه ويقول: إن تغلب هذه العصبة فلن تعبد في الأرض أبدا. يعني شوف القائد دائما له إشارات رائعة جدا،
قيادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت تعطينا تطبيقا عمليا، يعني لم يكن فقط ينظر على الصحابة صلى الله عليه وسلم، كلا وحاشا، هو ما كان يتحدث فقط على تعليمات ويقف في غرف العمليات أو يبتعد عن، دعني أقول، عن المعركة، بل كان في لبها وفي داخل المعركة، وكان يقاتل بسيفين وليس سيفا واحدا، ثم كان يجابه كل الأعداء. هذا المؤشر يؤشر على أكثر من قضية، وأنا ممكن أقول 5 مؤشرات رئيسية. رقم 1، لابد القائد أن يعبر عن نبض أتباعه، بمعنى أن يعبر عن نبضهم وجزء منهم. نقطة ثانية وهي نقطة هامة، أن يكون في لب المعركة، لأنه ما ولى القيادة، ما يتولى القيادة من يقف خلف ومن يهرب ومن يكون بعيدا عن القيادة. والنقطة الثالثة الهامة جدا، لابد أن يكون قريبا، لأنه يعطيهم دفعة معنوية، يعطيهم دفعة للانتصار، دفعة أن يكون بينهم في ميادينهم في ميدان المعركة، وهذا ما كان يفعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النقطة الرابعة والأهم هي أيضا رسالة للأعداء، أننا بقياداتنا، بجنودنا، بقياداتنا، كلنا في هذه المعركة، إما أن نخسر كلنا أو نربح كلنا، فهو ربح جماعي أو خسران لا سمح الله جماعي. فهذه أصلا مؤشر، أيضا مؤشر هام جدا وحساس. والنقطة الخامسة التي ممكن أن نعبر عنها في وجود القائد بين أتباعه وبين، يعني خلينا نقول، مناصريه وبين مؤيديه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة الكرام، أنه يعلمهم أن لا قائد ما لم يكن لديه أتباعا مخلصين، وقائدا مخلص يستشيرهم، يكون قربهم، يعبر عن ضميرهم، يعبر عن أرائهم، يعبر عن أدائهم. وهذا الذي نبحث عنه اليوم، بهذا العنوان نستطيع أن أرى معركة بدر الكبرى، أراها في قيادتها، في قيادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في قوته، في تحديه، في عنفوانه، في دعائه. على فكرة لمعلوماتك، من الشعارات العظيمة التي كانت في معركة بدر، ولابد أن يعني يعرفها المستمعين الكرام، كان من شعارات بدر في المعركة: دمك دمك، دينك دينك، لحمك دمك، دينك دينك، لحمك دمك. القصة ما فيها مزح اليوم، وكأنك اليوم دفاعك عن هذا الدين، دفاعك عن هذا الإسلام، دفاعك عن المسلمين، ودفاعك عن الدين، دفاعك عن أمة الإسلام، دفاعك عن الفئة البسيطة هذه التي تجمعت في المدينة. فدينك دينك، لحمك دمك، وكأنك تدفع الناس ليكون شعارات الانتصار. الحديث عن بدر يصور لي أن ما يحدث الآن هو بدر وحرب الفرقان الله، كما أسموه، ولكن احنا مستعجلين، بدنا الفتح يا دكتور محمد. يعني في مثل هكذا معطيات، وما رميت إذ رميت، يعني آيات الأنفال كلها التي نزلت، نزلت في بدر أغلبها، صحيح؟ صحيح. وما رميت إذ رميت الآن، لكن الله رمى. شوف، إذ تستغيثون ربكم الآن. يعني أنا دقيق أعطيك معلومة مهمة جدا، سننتصر، ممكن انتصارات بسيطة الآن ستكون، يعني أنا بدخل فيها رأي شخصي الآن، هل أقربها من بدر؟ يعني من بدور صغير، يعني مؤشرات للانتصار، لأنه النصر لابد أن يستحق عظماء، لابد أن يستحق كل العظماء. ما زال في مجتمع، على فكرة في مجتمع النبي كان في موافقين، وكان في مرجفين، وكان في ناس تعرف حتى في معركة بدر كانوا يريدوا أن يثبطوا الناس عن الجهاد وعن المقاومة وعن الانتصار للإسلام، وهذه قصة موجودة. لكن هل ما نرى اليوم في مجتمعنا وفي رمضاننا هذا، رمضان الخير، نصر؟ أنا أقول لك إحنا انتصرنا من أول لحظة، انتصرنا من أول تخبط لهذا العدو، انتصرنا من أول تخبط له، انتصرنا من أول ثبات لهؤلاء الناس. اسمع الناس اليوم الذين يقصفون يصرخون يقولوا تعالوا يا مقاومة ضربوا من هون صواريخ، تعالوا يا ناس إحنا مش رح نطلع من بلادنا. هذا الانتصار الحقيقي، أنا أرى هذا النصر في نفسيات الناس، وهذا الذي يربك عدوك اليوم، إنه النفسيات التي موجودة اليوم نفسيات منتصرة. طيب اليوم شوف على صفحات الفيسبوك الناس، يعني إسرائيل بتخبوا 5 ملايين و3 ملايين في الضفة، بيطلعوا السيارات وعلى الجبال يشوفوا الصواريخ، يعني على قضية عدوا العدة، يعني تصرح الذاكرة قليلا إلى ما جرى في أول يوم، وكأني بالنشيد الذي قال: برا جئتم، بحرا جئتم، جوا جئتم. العدة وما عده النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه في بدر وما عده الإخوان، يعني في النهاية الإعداد دائما هو وسيلة النصر. يعني دائما الإعداد لأي أمر وسيلة النصر الحقيقية بصراحة. ودائما رمضان يعني يعلم، تعرف إحنا، يعني أنا بدي أذكر الناس في مسألة في رمضان، إحنا شو نعمل دائما في رمضان؟ أليس شعبان دليل الإعداد لرمضان؟ أليس شعبان مؤشر إعداد لرمضان، مؤشر إعداد نفسي وتعبدي حتى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام فيه؟ حتى اليوم احنا في عندنا سلوكيات ايجابيه في مجتمعنا الفلسطيني، بتصير تعرف صله الرحم اكثر، الصيام النافله اكثر، التقرب للاقرباء اكثر، وهذا الاعداد، هذا اعداد يعني تعبدي ايضا. في دائما لابد ان تكون في اي نجاح تريد ان تنجح، لابد ان يكون في اعداد
بكل التفاصيل، إعداد لوجستي، إعداد أدوات، إعداد مكونات. هذا الإعداد هو الذي من خلاله تنتصر على عدوك، تنتصر فيه على نفسيتك، تنتصر فيه على ما تواجه من صعوبات، ما تواجه من أدوات، ما تواجه من دعني أقول من آلات حربية قاتلة. هذا الإعداد لابد أن يكون، ستنتصر. وتأكد دائما أن النصر سيكون قريب لمن آمن بالنصر. ويسألونك متى وقول ويقول عسى أن يكون قريبا، دير بالك. في من ناس ممكن يدخل في قلبهم الضعف يقول لك واحد الله شوفها، لا النصر قريب. وأنا دائما أقول عيشوا في نفوسكم منتصرين. جميل. ستنتصروا. بما أننا نتحدث عن بدر ورمضان شهر الانتصارات، ما أنا بدأ أطلع أقول لك ما هو زي ما قال حبيبنا جمال في أول تصريحاته قبل تصريحه تاع اليوم، مش قال يا عم تعالوا حسبوها لكن قتل الفلسطيني 100 واحنا قتل منا 0 فبالتالي هم المنتصرين واحنا نضحك حالنا. بدر كيف حكينا حالنا منتصرين لما قتلنا من الكفار اكثر من ما قتل من المسلمين؟ تفضل. والله انا انسى جوجو هلا، بديش جوجو انا بديش رد عليه لانه اظن اخ امين مقبول رد عليه الرد الكافي وكفاه الله، يعني فانا مش بحاجه ارد عليه بصراحه. وتحياتنا يعني لكل المحترمين في شعبنا، أقول قيادة الشعب المحترمة، وأظن يعني الأستاذ أمين مقبول رد الرد الكافي والوافي، وأنت بتتفشفش قاعد أنا عارف. فهو رد وأخذ بحق كل مقاوم وكل واطن. لا بس حكيه لازم نوقف عليه عن جد. في بدر يعني هذا حكي منجفين، أنا منها مش وقفش عليه، بيهمنيش حكيه بصراحة، مش رح أوقف عليه ولن أجعل له مكان في برنامجنا أقف عليه بصراحة. ليش بديش أقف عليه؟ لأنه أظن الرد الأستاذ أمين مقبول يكفي. أنا هذا بعتبر أنه هو رد بعد عن السياسة. أنا نحكي بالضبط يعني أنا مش موضوع، خلينا تربويا أكثر يعني بعد إذنك. تربويا كيف؟ تربويا أنا بقول لك بأخذ الجانب التربوي. المرجفون في الأرض، الأبواق الإعلامية الضالة، شوف الأبواق الإعلامية الأوروبية والأمريكية اليوم. أنا هون بدي أسطر تحية للقناة الروسية حينما تتحدث بكل نزاهة واحترام. ممكن تتحدث روسيا اليوم لأنها في النهاية ملهاش مصالح مع أمريكا، بس بتبرجيك قديش آلة الإعلام وأبواق الإعلام الضالة. حتى يعني للأسف الشديد يعني ضلالية الإعلام يأتون بالشباب والأطفال والنساء الفلسطينيات والأطفال الفلسطينيين الشهداء وبيوتهم المهدمة، ويصورونهم على أنهم يعني من الإسرائيليين للأسف الشديد، وكأنهم يقتلون من صواريخ المقاومة. وهذا أمر للأسف يعني مخزي. لذلك لابد أن تقاوم آلة الإعلام بآلة إعلام أقوى، ويكون الإعداد الصح. أنا دائما أرى تربويا أن لابد أن تكون عندك آلة إعلام قوية. والنبي هذا فعل على فكرة في معاركه كلها، فعل في الإعلام. الإعلام كان منبر الإعلام لديهم الأشعار، حسان بن ثابت الذي كان يقول شعرا. هاي آلات الإعلام الحقيقية كان يبث الطاقة في نفوس المسلمين، يعطيهم العزيمة، كان يعطي الأشعار وكان يسمح للأشعار أن تعطي الطاقة. المنابر، المنبر النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل منبره كأنها فضائيات اليوم، هذه منابر تستطيع أن تكون رأي عام. فإذا كان لدينا استخدام للإعلام بالطريقة المهنية الصحيحة المتزنة والمنضبطة سيعطي انتصار غير عادي. وانظر اليوم إلى الإعلام الفلسطيني يعني في الفضائيات الإعلامية، حقيقة إعلام متزن ويستطيع أن يقاوم ولديه تجربة جميلة. وهذا أمر أيضا له الاحترام في فضائياتنا الفلسطينية، أنه في اليوم اتزان في الطرح وفي اتزان في الرد وفي اتزان كمان في العرض، ولعلها التجارب اللي مرت فيها ومر فيها شعبنا ومرت فيها كمان وسائلنا الإعلامية كانت متزنة. وأنا هون دسطر يعني كل التحية للإعلام، أرجوك يا أدهم تسمح لي أوجه تحية لكل الإعلاميين، كل الصحفيين، كل المصورين، كل أصحاب آلات الكاميرات، يعني الجنود المجهول الذين يقفون من خلف الكاميرات، كل من يكتب كلمة حق، كل من ينقل خبر صحيح، كل من يحاول أن يبث الطاقة في شعبنا وأن يكون مهني بكل ما معنى من كلمات المهنية. هذا الإنسان أو هذه الشخص أو الشخصية، الأخت أو الأخ، لهم التحية والتقدير. هم الجنود المجهولين على فكرة، واستهدفوا وما زالوا يستهدفوا إلى الآن، لأنه في النهاية أي وسيلة حرة، أي وسيلة حرة ستقاوم وسيضربها الأعداء، لأنها في النهاية تدفع وتدافع عن الحق. وهذا رمضان الذي تعودنا عليه، قلت مرة أخرى يعودنا رمضان الانتصار على النفس والانتصار على الأعداء. في ضل شيء في بدر ولا نروح على فتح مكة؟ ماش نروح بينهم شيء؟ إن على فتح مكة يعني أنا نفسيا يعني بعتقد إني إن شاء الله إني حكينا كل الإشارات النفسية في بدر. طيب فتح مكة وما سبقه من تهدئة أو هدنة أو صلح وكان الوضع أصعب، دير بالك. يعني الآن الصلح الذي تم، خرج المرجفون وقالوا ناموا وراحوا وعملوا، ولكن فتح مكة نصرها نصر عجيب، نصره إعلام نعم، ليس نصر حرب. يعني فتح مكة ما أريقت قطرة دم، وهذا لازم تقف عليه متعجبا. ما هذا النصر الذي تحقق في فتح مكة؟ تحقق نصر إعلامي، نصرته بالرعب. بالرعب، نصر الرعب ونصر أدوات الإعلام غير عادية على فكرة. مشان هيك أنا اليوم وجهت التحية للإعلاميين لخطورة موقفهم وأدائهم. يوم أمس لما خرجت المقاومة وهي تقول
ترقبونا في تمام الساعة. أحدهم كتب على الفيسبوك أخشى أن يخرج الناطق باسم المقاومة يقول خوف الكلب ولا تضرب وصرت بالرعب. يعني أقول لك يعني إسرائيل لم تقف على قدم واحدة يعني وعلى شعرهم وقفوا. يعني شوفوا الإعلام بعديها يعني لكل اللي تابعوا انظر لكل القنوات الإعلامية اللي بثت الإسرائيلي شو كان وضعهم. حالة رعب لسه أرادوا أن يردوا بالإعلام إنه ورجوك إنه لا إحنا هادين وفي شيء ما لحقش يقولوا له الصواريخ بدأت تتهل. هذا الرعب ليس سهلا على فكرة. هذه معادلة يفقهها علماء النفس ويفقهها خبراء التربية وخبراء العلم النفسي العسكري يفقهوا تماما إنه قديش أنت دائما أن تنصر الرعب وأن تنتصر بالرعب. لأن مرات معادلات الرعب أنت بتعرف اليوم حرب كانت طويلة جدا ما بين أمريكا وما بين روسيا الاتحاد السوفيتي السابق كما يسمى كانت تسمى الحرب الباردة. حرب ماذا ما كان أدواتها؟ كانت أدواتها يعني من بين أدوات الإعلام. اليوم بين روسيا وأمريكا أدوات الحرب أدوات إعلامية كل منهم يفضح الآخر في طريقته وفي أداء. اليوم الإعلام يكون أداة من أدوات فضح خلينا نقول العدو يعني من كلا الطرفين. يعني في النهاية الإعلام ليس سهلا. الإعلام آلة فضح آلة ترهيب آلة تخويف ووسيلة غير عادية. أظن اليوم المقاومة الفلسطينية برعت بعد خبرتها الطويلة في دب الرعب في نفوس الأعداء بل استطاعت أن تتخذ كل الإجراءات حتى بدأت تخاطب الأعداء بلغتهم وبدأت تنشر مواقع بلغتهم وبدأت تخاطبهم حتى البيانات بدأت تكون في لغتهم. هذا تطور غير عادي. التمويه الذي يمارسه رجال المقاومة وأدائهم لم يقتل إلى الآن أي شخص للحمد يعني وأسأل الله أن يحفظ جميع الشهداء وجميع المقاومين لم يقتل أو يستشهد أي أحد فيهم. وهذا أمر كمان مبشر أنه في آلة يعني آلة مقاومة صحيحة في تمويه صحيح وهذا مؤشرات لعلها تكون إيجابية في المستقبل القريب لشعبنا ولأمتنا. في مكة أيضا انظر الحالة شعلت شعل النار. هذه النار التي يعني 10,000 شعلة نار يعني أضيئت في لحظة واحدة. تخيل هذا الحدث تخيل هذا الرعب الذي انتشر ليس سهلا. ثم يأتي يعني رجال المقاومة فيتحدوا قبة حديدية لا تسمن ولا تغني من جوع. أنا بقارن ما بين وجه نفسية ووجه أيضا والعلاقة مع رمضان والفتح. كثير ناس بيقول لك طمحنا جوعانين وصائمين وشايفين الديك أرنب شو ألا وقت أنه يقاوم يطخ ويعمل ويساوي ويجتهد وما ينمش وتحت الأرض وفوق الأرض ويرابط وما يرابطش. يعني في النهاية هذا الكلام بتحبش ترد عليك نهائيا ما بحبش ارد عليك. يعني بس انا بدي عكس انت تاخذش مني انه ترد عليهم خذ مني الجانب التربوي. انا ايش علاقة الصايم ايش علاقة الصايم في رمضان؟ ليش ربنا حط الانجازات في رمضان؟ ايش في رابط؟ احسنت يعني هذا السؤال هاي الزاوية اللي بدي تماما هذا السؤال يعني انا بدي اشكرك عليه بصراحة. انه انا كصائم ما علاقة الصوم في مقاومة وفي جهاد وفي انتصار؟ بدي أتحدث عن المجتمع النبوي ثم آتي الآن. في المجتمع النبوي أنت بتعرف إذا استطعت أنت كإنسان أن تكبح جماح الشهوة شهوة الجنس وشهوة الطعام وشهوة المنصب وشهوة المال وشهوة الاستعراء وكل الشهوات تكبح جماح هذه الشهوات تمتنع عنها هي دليل عليك أنك كإنسان تستطيع أن تتعامل مع كل هذه الشهوات بل تستطيع أن تضبط هذه النفس وأن تخوضها كما تريد أنت. ورمضان حجة على كل واحد فينا. وإحنا مرة قلنا في أحد حلقاتنا من يترك التدخين 14 أو 15 ساعة دليل عليه أنه يستطيع أن يترك الدخان طول رمضان وطول السنوات وطول عمره يستطيع أن يسيطر على هذه النفس. فهذا دليل على هذه النفس. إذن هي مؤشر نفسي قوي أنك تستطيع أن تقاوم هذه النفس الأمارة بالسوء تستطيع أن تكبح جماحها بل تستطيع أن توجهها كما تريد أنت إن كان قرارك قرارا نزيها وقرارا متميزا وقرارا رائعا. هذا في محور النفس. تعال اليوم في مجتمعاتنا حقيقة الشهوات أكثر. صدقا أنا أقول لك وبكل صراحة ما يتعرض له اليوم مجتمع المسلمين ومجتمعاتنا من شهوات أكثر بمئات الأضعاف ما كان يتعرض له أنا دعني أقول الصحابة ومجتمعات الإسلامية قديما. يعني قد ما يكون في كانت شهوات لكن شهوات اليوم أكثر. اليوم الإعلام الثورة الإلكترونية الغير عادية الإعلام مئات المليارات في استهداف المجتمع المسلم في الأسرة المسلمة كل هذه الشهوات يعني بالمال بالجاه بكل الطبق بالسلطة بخور هذه كلها الآن شهوات. ثم تأتيك الآن لحظة من اللحظات أن تكبح جماح هذه الشهوات تسيطر على هذه النفس تستطيع أن تكبح جماحها. هذه مرحلة النصر. فهذا دليل وحجة على كل واحد فينا أنك تستطيع أن تنتصر بأقل الأقليل وهو القرار. شو القرار؟ يعني على فكرة شو القرار اللي أنا ممكن أملكه؟ قرار أن أكون صامد
أن لا أطعم هذه النفس أو هذا الجسد طعاما وأن ألتزم من وقت إلى وقت. هذا القرار دليل علي أنني أستطيع أن أكون صاحب قرار للانتصار وصاحب قرار للإنجاز وصاحب قرار أيضا للنجاح. وهذه قصة لابد أن أنظر لها. هذا الذي حدث في معارك على فكرة المسلمين في رمضان. أنا كانت دائما معارك عظيمة، معارك ذات مغزى غير عادي، ومعارك ذات مغزى نفسي، أنه انتصارات غير عادية كانت تحقق في رمضان. انظر في فتح مكة، حينما من دخل دار أبو سفيان فهو آمن، حتى كمان انزال الناس منازلهم واحترام الشخصيات واعطائهم مكانتهم شيء جميل، لأنه أنت في النهاية لابد أيضا كمان في حالات النصر الحقيقي أن تنظر إلى الناس وأن تنظر أن ترحم يعني عزيز قوم ذل في النهاية، خصوصا إذا كان هذا الإنسان دخل في الإسلام أو دخل مع أهل الحق. وهون القصة لازم ننتبه لها. في فتح مكة مؤشر جدا مهم دخول المسلمين من أكثر من باب، وهذا اليوم لعله مؤشرات النصر اللي ممكن نشوفها، انه بدات الانتصار على الذات، انك تستطيع ان تصل. هل يمكن ان تصل في التكبير وفي التهليل وفي الانتصار؟ نعم، ولكن اهم حاجه صديقي ادهم الانتصار على النفس. اهم حاجه ان لا نهزم نفسيا ايها الكرام، وخصوصا المستمعين في هذا الشهر وفي هذه اللحظات المباركه. نحن مطلوب منا ان ننتصر نفسيا وان نشعر بالنصر الداخلي، وان نكون دائما نتحدث بلغه النصر والمنتصرين، لا نتحدث بلغه المنهزمين، حتى لو كان كف يواجه مخرز، لكنك انت من اهل الحق، انت من اهل الثبات. تاكد تماما ان الله سبحانه وتعالى ناصرنا والله معيننا والله معنا. تذكر معية الله سبحانه وتعالى، تذكر ان الله مع الصابرين، وان الله الذين مع الذين اتقوا والذين هم مفلحون والذين هم يعني يرجعون الى الله سبحانه وتعالى. دائما ايها الكرام ايها المستمعين والمستمعات في هذه اللحظات المباركه، رمضان يدعونا دائما للانتصار على النفس، ورمضان يدعونا دائما للشعور بحاله النصر الغير عادي، لانه رمضان هو مدرسه الانتصار، رمضان مدرسه تعظم النصر الداخلي وتعظم الحب الداخلي وتعظم قديش احنا في عنا قوه غير عاديه من الداخل. هذا نريد اليوم ان نتعلمه من رمضان، لان رمضان مدرسة غير عادية في هذا النصر. انظر يعني أنا دعني أنتقل هيك نقلة نوعية، بس أخذ المستمعين الكرام من فتح مكة وبدر، لأخذهم كثير بعيد، لأخذهم على فتح قسطنطينة تركيا، مدينة الإسلام إسلامبول فتحت تركيا، قائدها خير القائد وجندها خير الجند. شاب شباب 17-18 سنة حسب كتب التاريخ يقود جيش ضخم. تقصد محمد الفاتح؟ محمد الفاتح 17 عام، طبعا كان عمره 17 عام. قال تفتحنا القسطنطينية ونعم الأمير وأميره ونعم الجيش جيشها. تخيل هذا القائد الفتي، يعني انظر في عقلية الناس العاديين، فتى شباب مين شو ايش بيطلع مراهق بيعمل شيء. هذه دعوة اليوم لشبابنا ولطلاب التوجيه تحديدا، الذين نسأل الله أن ربنا يوفقهم أن ينتصروا في امتحاناتهم إن شاء الله، مكللين بانتصار إن شاء الله بنتائجهم بإذن الله، وانتصار لوطنهم. هذا الذي أريد اليوم ملاحظة، أنك أنت كمان كطالب لا تستقل في نفسك. وصدق الإمام علي رضي الله عنه لما قال: وتشعر أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. لا تستقل من نفسك، لا تستقل من هذه النفس الجبارة العظيمة القوية. دائما أعطي نفسيتك العزة، وأعطي نفسيتك الأنفة، وأعطي نفسيتك الشعور بالانتماء، وأعطي نفسيتك التميز. تعرف أنا دائما بقول لابد أنه دائما نفكر تماما قديش نصنع في أنفسنا نفوس الرجال ونفوس العزة ونفوس التميز. صدق الشاعر صديقي أدهم حينما قال: يا أمتي، وهذه الأشعار اللي دائما تبث فينا العزة والأنفة، وجب الكفاح، فدع التشدق والصياح، ودع البكاء على الطلول، ما عاد يجدينا البكاء ولا النماح. يا أمتي إن الأمر جد، فقد مضى زمن المزاح، لا بد من صنع الرجال ومثله صنع السلاح، وصناعة الأبطال فينا قد دراه أولو الصلاح، في روضة القرآن في ظل الأحاديث الصحاح، شعب بغير عقيدة ورق تذريه الرياح. جميل. إذا بدي أقف عند أيضا وقفات نفسية في الانتصار، وأيضا نماذج الآن إحنا بنشوف الصور التي بتخرج من غزة دكتور بشارات. صور لمجزرة، صحيح؟ صح. نفسيا إحنا وين؟ كثير أنا ممكن أجي أقول الله أكبر، الحرب دمرتنا ودمرت أولادنا ودمرت بنات. أنا أستذكر قول الله تعالى: وإن كنتم تعلمون فإنهم يعلمون. نحكي شوي عن فضل الشهادة نفسيا. وترجون من الله ما لا يرجون. شوف، هل فقد الأحباب خلت عمير بن حمام يرمي ثلاث مرات وقلناها لحياة طويلة؟ إيش شايف هرزون؟ أحكي نفسيا، هل فقد العزيز القريب الابن البنت، هل إحنا بشر في النهاية؟ هذا هؤلاء أبنائنا، زوجات، أشقاء، أمهات، آباء،
احنا لا نحب ان يعني نحن نحب الحياة على فكرة، ونحب ان نكون متميزين في الحياة، والحياة فرصة جميلة ان نعيشها، ونحن خلقنا لعبادة الله في هذه الحياة. لكن ان قتلت انت، ما الذي يخفف عنك كمسلم؟ ما الذي يخفف عنك كإنسان تريد ان تنتصر على الذات؟ اكيد يؤانسك قول الله تعالى: إن كنتم تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. ترجون من الله الجنة، وترجون من الله العفو، وترجون من الله النصر، وترجون من الله يعني الفردوس الأعلى، وترجون من الله الأعظم، وهو رؤية وجه الله سبحانه وتعالى. نوقف مع آيتين: ولا تحسبن الذين قتلوا. تذكر كيف نزلت وليش نزلت؟ يعني نذكر وياك مع المستمعين يعني في النهاية. نعم. عبد الله بن جابر أو جابر بن عبد الله استشهد، كلم الله سبحانه وتعالى كفاته، فقالوا: يا جابر سل تسأل، شو بدك بعطيك؟ قالوا: يا رب بس أعود للدنيا على مرة فأقتل، ثم أعود ثم أقتل ثم أعود ثم أقتل. قال: سبق مني أنهم إليه لا يرجعون، ولكن لك وعد أن أخبر من بعدك في أجر الشهادة. فنزلت: ولا تحسبن الذين قتلوا. شوف هاي الآية أظن يحفظها أطفالنا أبناء العمر السنة ونص وسنتين، حفظوها لتكرارها وسماعها في ظل وضعنا وحالتنا الفلسطينية. وأظن أنه إحنا كشعب فلسطيني أكثر ناس، صدقني أنا بحكيها وبكل طمأنينة، أكثر ناس نفقهها والله العظيم. بتعرف تذكر بالانتفاضة الثانية حينما كان اليساري أيديولوجيا أنا بحكي اليساري يحمل المصحف ويقول لك على الشهادة والله أكبر، ليس هذا تغيير لكل المعادلات وتغيير لكل الاستراتيجيات، تغيير لكل الأيديولوجيات بكل تفاصيلها؟ هذا مؤشر عظيم أنه هذا الشعب الرائع الراقي، الشعب الطيب، الشعب الفلسطيني حقيقة شعب سينتصر، شعب سيكون منتصرا على ذاته، وأيضا منتصر على أعدائه. هذا الشعب الذي ينظر إلى الألم، نحن نتألم لسقوط الشهداء، سقوط الأطفال، سقوط الضحايا، سقوط المنازل وخسران المال، نتألم، لكن الرجاء الحقيقي هو رجاء مغفرة الله سبحانه وتعالى، رجاءنا الحقيقي العظيم أن الله سبحانه يرضى عنا، رجاءنا الأعز والأعظم أن الله سبحانه وتعالى يتقبلنا عنده. تعرف يعني أنا من الأشياء اللي شفتها على الفيسبوك، وممكن حتى مرات أمامنا، لما بيت مهدوم مكتوب عليه عذرا لن يستقبلك أصحاب هذا البيت، فهم الآن ضيوف على موعد الرحمن في الجنة. يعني تنظر إلى حالة النفسية الموجودة، نعم حالة انتصار غير عادية حقيقة، هذا يعطيك دعم نفسي داخلي أنك لديك الانتصار. وأنا هذا الذي أريد أن أؤشر عليه في رمضان اليوم وفي برنامج رمضانك صح، الانتصار الذاتي، الانتصار الداخلي، النصر الحقيقي هو النصر الداخلي من جوا، أن تكون منتصرا حتى لو كبلت يديك، ولو اعتقلت، ولو لجمت، ولو وضعت في الزوايا، وضعت أين ما توضع، لكن هذا الاعتزاز، هذا الاعتزاز بيعطينا مؤشر قول يعني شيخ الإسلام ابن تيمية: ما يصنع أعدائي بي أو ما يفعل أعدائي بي. هذا الانتصار، هاي القناعة الغير عادية، هذا الاعتزاز الذاتي. ما يصنع أعدائي بي، شو بدي سوي فيه؟ سجن خلوة. إبعاد، سجن هي خلوة، إبعاد هي سياحة، قتل هي شهادة. معادلة واضحة تماما. هذه نفسية الإنسان المسلم المتزن في رمضان. حتى نقول للسادة المستمعين أسباب من المؤمنين الرجال، قصة أنس بن النضر الذي غاب عن بدر وقال النبي صلى الله عليه وسلم: في أي غزو جاي جاهز سأقاتل حتى أقتل ها هنا. ها هنا قصة الها هنا، وما أحد عرفه إلا أخته من بنانه. انظر انظر كم جرح وكم ضربة سيف وكم ضربة رمح في جسده، وما عرف إلا من بنانه. شوف هذا الصدق مع الله سبحانه وتعالى. أحكي لك شغلة، إحنا شعب تعلمنا أن نكون دائما صابرين وصامدين وننتصر من نفسياتنا المنتصرة. صدقني أذكر وهي مواقف ما بنساهاش، لما كان يعتقل الشباب وينجابوا على العوفر وعلى النقب وكذا، ويأخذ الشباب يسحبوهم للتحقيق، فكانوا الشباب يحكوا يردوا دائما هتافات: شباب كيف الهمة؟ كل العز، كل عالية، شوف همتها، همة عظيمة، انت رايح على تحقيق، رايح على جلد يعني في النهاية، وتكون همة عالية. هذا الاعتزاز بالذات، هذا الصدق، لكن لابد أن تكون صادق مع الله سبحانه وتعالى، وهذه دعوتنا دائما. أن نكون صادقين مع الله أيها الكرام، وأرجوك بعد إذنك إذا تسمح لي أقول هالكلمة، أن نكون صادقين مع الله سبحانه وتعالى، وأن لا نحاول أن نسرق النصر لنسوق لأشخاص أو لذوات. وهنا ما أردت المحور الأخير، الله عز وجل يقول: إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. تعلمت أن الثبات على النصر أصعب من النصر. بدي أسألك ما بعد النصر، حننتصر حتخلص الحرب، ما بعدها كيف يمكن استثمار هذه الأجواء فلسطينية مع بعض؟ أول نصر يعني بالمصري إيد واحدة، أول نصر أن نحقق يعني المصالح التي فعلت في الشعب الفلسطيني، الحمد لله، وكل التحية لشعبنا ولا لا يعني لهذا الأمر، ولحكومة المصالحة الموجودة، أن يكون تطبيقا على الأرض
بكل معاني التطبيق، إنه إن نكون منتصرين على الأرض، متوحدين على الأرض في همتنا وفي عزيمتنا وفي نفسياتنا، في حسن ظننا في بعض. يا أدهم هي مهمة كثير، في حسن ظننا في بعض، أن لا نكون عثرات أمام أصدقاء وإخواننا وأصحابنا، أن نكون دائما أن نمهد الطريق لكل واحد فينا للآخر حتى ننتصر، حتى نحقق هدوءا وتميزا وتماسكا مجتمعيا. نحن نريد أن يتماسك مجتمعنا، نحن نريد أن نكون مجتمع متراص متحد مصطف جنبا إلى جنب، أنا وإياك وإنت وكلنا من صف، كلنا في صلاة واحدة، كلنا نقف أسوياء أمام الله سبحانه وتعالى، ونقف أمام الحرم المكي وفي الصلاة، كلها في كثير أشياء تجمعنا. على فكرة ديننا العظيم هو الدين الذي يجمعنا في كثير من المواقف، يجمعنا في الصلوات الجمعة، يجمعنا في الصلوات الجماعة، يجمعنا في صلوات الجنائز، يجمعنا في صلوات الاستسقاء، يجمعنا في صلاة العيد، يجمعنا في الحج، يجمعنا في كثير من المواقف، في الأعياد، في ديننا يجمعنا. فهذا الجمع لابد أن يكون حقيقة ما يتحقق من بعد النصر، أن نكون مجتمعين يدا واحدة. وهذا ما تعلمنا اليوم، ألم نتعلم في أبجديات صفوفنا التمهيدية والتحضيرية أن إذا العصي اجتمعت تأبى أن تتكسر؟ ألم نتعلم في مدارسنا ويعلمنا الأساتذة في كل مدارسنا، في كل يعني المدارس في مختلف مراحلنا التعليمية، أن العصي تأبى أن تتكسر إذا اجتمعت؟ إذن لابد أن نجتمع، أن نكون يدا واحدة، هما واحدا، قلبا واحدا. قد نختلف، ولكن فليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ولكن لا يفسد الود قضية، لا يشعر يكون بيننا الإفساد، ويكون بيننا التناحر والتباغض، وأن يعني أن نجب عنا ما كان من الماضي، وأن نعتبره أمر مررنا عنه وانتهى من تاريخنا، وليمسح هذا التاريخ المؤلم بصراحة ما قبل المصالحة وما كان وما ترتب عليه من كثير من القضايا هنا وهناك، وأن نبحث عن الصوت الوحدوي والنفس الوحدوي واليد الوحدوية والتجمع الوحدوي، وأن نكون يدا واحدة ننتصر. نعذر بعضنا في بعض الأشياء، ولكن أن نكون مع بعض منتصرين، لأننا صدقنا نصرنا الحقيقي هو تجمعنا معا، نصرنا الحقيقي أن ندعو إلى بعضنا البعض أن نكون منتصرين، أن نكون ثابتين، أن نكون متميزين في مختلف مواقعنا، على فكرة في مختلف أماكننا، سواء كنا في أعمالنا، في أشغالنا، في 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 أعمالنا الحكومية، الأعمال البزنس الخاص، الشغل، وين ما كنا، إذا بنشتغل بهذا النفس صدقني سننتصر، وسيكون النصر قاب قوسين أو أدنى، لأننا ننتصر على هذه النفس التي تأمر بالشهوات، شهوة منصب وجاه وبتعرف كيف، إذا انتصرنا عليها هذا هو النصر الحقيقي اللي تفضلت فيه وقلت ما بعد النصر هو الثبات على النصر. كأني ببلال يعتلي الكعبة ويؤذن، وكأني بالأقصى يفتح يا الله وتعلى فيه التكبيرات. حلم إبليس بالجنة دكتور نفسيا، وما ذلك على الله بعزيز. لا والله صدقني، لا والله، أي الجيش الذي لا يقهر كرتون يعني في النهاية، ولا كلام فاضي. أحكي لك بكل صراحة، إحنا انتصرنا. لو نجيب هسا أجدادنا اللي توفوا في الأربعينات والخمسينات والستينات، أصحاب النكبات والنكسات وأحييناهم من التراب، وقلنا لهم اطلعوا على الفضائيات الفلسطينية شو بصير قاعد الآن، بصدقوش، لأنه ما فعله شعب فلسطيني أعزل عاجز عن فعله جيوش عربية مجيشة تحشد في جنوشها وتعبئ في كروشها حتى إن شاء الله تستظل بس من ظل الشمس. ما نراه اليوم هو انتصار حقيقي؟ ما نراه اليوم، وإيش مفهوم الانتصار عنا؟ أنا بقرأ رأي الشخصي، الانتصار الحقيقي أن لا تشعر بالعجز، هذا أول انتصار، أن لا تشعر في الضعف، هذا أول انتصار، أن لا تشعر باليأس، هذا أول انتصار، أن لا تشعر بالارتكاس، هذا أول انتصار، أن لا تشعر بالنكسة أو الفأسة رأي الحرب الخليج، أن لا تشعر بهذا. الانتصار الحقيقي أن تشعر أنك منتصر من الداخل، إن لم تنتصر على الأرض الآن ولكنك انتصرت في داخلك تمهيدا للنصر القادم، صدقني تمهيدا للنصر القادم. وهذا أكثر ما يحاربنا في أعدائنا، وهذا أكثر ما يحارب فيه الإنسان أصلا كإنسان، من كينونة الإنسان. إن ضعفت كإنسان وانتصر عليك العدو، وانتصر عليك يعني الذي ينافسك في النهاية، إذا بدي أحكي على تجارة، في اللحظة الذي ينتصر عليك فيها أنت خسران. لذلك النصر الحقيقي أن تنتصر في نفسك، أن تنتصر من داخلك، لأنه مقدمة إلى النصر على الأرض، مقدمة للانتصار. لأنه ما فعله صلاح الدين صديقي أدهم، وكل التاريخ يشهد أنه بدأ بالنصر الداخلي ثم التوحيد ثم أعاد القدس. ستعود القدس حين ننتصر داخليا، ستعود القدس حينما نطبق هذا الانتصار الداخلي على الأرض، وستعود القدس وستترفرف راية فلسطين
وسنصلي في الأقصى إن شاء الله. نكون من الذين يصلون في الأقصى وأن نكون منتصرين. سننتصر صدقني، سننتصر، وسيكون النصر لنا قريبا لهذا الشعب العظيم، لأنه شعبنا شعب يستحق النصر. جيل اللي موجود اليوم جيل يستحق النصر، والموازين اختلفت، لأننا حقيقة ما أريد أن أقوله أن فلسطين تنتصر بشبابها بشيوخها برجالها، وهذا ما نبحث عنه اليوم. فالانتصار على الذات هو أول مقدم للنصر، وأظن اليوم ما تفعل المقاومة في غزة جعلنا ننتصر على أنفسنا، وأن نغير من قناعاتنا، وبدنا على قناعة حقيقية أننا سننتصر من الداخل. وهذا ما نريد اليوم من شعبنا ومن شبابنا، من كل شبابنا، من كل قياداتنا، من كل الناس اللي بيطلعوا على الإعلام. أشعر أنك منتصر، وتحدث بلغة المنتصرين، وتنفس نفس الانتصار. بهذه الطريقة تستطيع أن تصل لما تريد دون البعد عن الواقع، دون المبالغة، ولكن أن تكون من الداخل منتصر على ذاتك، من الداخل تشعر بهذا النصر، من الداخل تشعر بهذا الانتصار. صدقني أدهم، سنصل لما نريد، وسنحقق النصر بإذن الله رب العالمين، بل سيكون النصر لفلسطين ولأهلنا قاب قوسين أو أدنى. أشكرك جزيل الشكر دكتور بشارات، دكتور محمد بشارات، خبير التنمية البشرية، رئيس أكاديمية المحترف. تحدثنا حول رمضان شهر الانتصارات. يوم غد ما موضوع الحديث؟ أسأل الله أن يحفظ غزة ويسلمها، ونتمكن من عقد الحلقة يوم غد بإذن الله رب العالمين. يعني إن شاء الله غدا سيكون حديثنا في رمضانك صح عن أبنائنا في شهر الانتصارات. كيف نعلم أولادنا النصر على كل حال؟ كيف نزرع النصر في أبنائنا في رمضان تحديدا؟ هاي المرة رح نيجي رسالتنا لأولادنا، كيف نكون نحاول نستثمر هذا الموضوع ونكون قريبين في تحسين صورة أولادنا، ونعطي بعض الملاحظات حقيقة في ظل المشاهد اللي منشوفها النفسية والتربوية، وكيف نزرع النصر في نفوس أبنائنا. إذن موضوع الحلقة يوم غد، كيف نصنع النصر في نفوس الأبناء، وكيف هي التربية الصالحة لهؤلاء الأبناء، كيف نربي أبنائنا، موضوع حلقة الغد. حتى ذلك الحين تحياتي وتحيات الزملاء، إلى اللقاء. برنامج رمضانك صح، برنامج مجتمعي يسلط الضوء على آفات المجتمع السلبية لتقديم العلاج الأفضل والأنسب لها وفق رؤية إيجابية متحضرة، مع خبير التنمية البشرية الدكتور محمد بشارات، ويدير الحوار الإعلامي أدهم الخروبي. برنامج رمضانك صح يأتيكم يوميا طيلة شهر رمضان المبارك في تمام الساعة 6 مساء. برنامج رمضانك صح، عنوان التغيير السلوكي ونقطة التحول نحو الإيجابية. رمضان بيحلى مع الأحلى حياة FM.